انا يا طنط ازاي حضرتك؟ ايهاب فين؟ ابني فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايهاب مش كده طيب. ايهاب انت ازاي تتكلم امك بالشكل ده؟ لا حنين قوي يا نادر، كبير وعاقل، تعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، تعرف الصح من الغلط. انا قلبي بيتقطع على ابني ومش عارفه هو فين، وانت مقعده جنبك ولا كاني موجوده، بتجري على اميره تقول لها وما تقوليش. يلا يلا لم هدومك ويلا من هنا، تعالى معايا. ماشي انا ممكن اخش الم هدومي وامشي من هنا، بس اخر حته افكر اروحها هي عندك. تعالى طيب تعالى طيب فاهمه؟ اخر حته. سمعت بوجدانك؟ عاجبك اللي بيتقال؟ انت ايه يا اخي؟ جاي من اخر الدنيا تلمهم حواليك وتعصيهم عليا؟ انت انسانه تعبانه في دماغك يا سوريا، مش عارفه بتقول ايه، ومش من حقك تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا كنت الاول بسمع كلامك عشان انت كنت مفهماني ان كل شيء تمام، دلوقتي بعد ما اكتشفت الحقيقه انا هتدخل في كل صغيره وكبيره في حياته، والكلمه في النهايه هتبقى كلمتي انا بس يا سوريا. مفيش حاجه يا رشا. ايه اللي جاب البت دي هنا؟ البنت دي تبقى مراتي يا سوريا. البنت دي هي اللي وقفت جنبي ساعة ما كنت بعاد عني، وأنا ما اسمحلكيش بعد كده تقولي البت دي، فاهمة ولا لأ؟ طلقني يا نادر. طيب امشي من قدام دلوقتي. مش همشي غير لما تطلقني. أنت طالع يا سوريا، أنت طالع. استنى يا ماما، هتمشي كده ازاي يا ماما؟ استنى. محدش له دعوه بيا، من النهارده تعتبروني مش موجوده. معلش يا ماما اسمعيني. اتفضل روح له خليه ينفعك. لا ادخل. انا عاوز امشي. طيب اعملي حسابك بكره الصبح هننزل انا وانت نشتري شويه حاجات. حاجات ايه؟ يا رشا مش الجواز ده لازم له شويه حاجات؟ على الاقل فستان الفرح والبدله. بصي انا عايزه اتكلم معاك. تعالي تعالي يا رشا. بص يا حمد، انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل بيني وبين سوريا، لكن المفروض يحصل من سنين. احنا عالمين مختلفين بعاد عن بعض تماما، دماغين صعب جدا يفهموا بعض، عشان كده اوعي تحس في اي يوم من الايام ان كان لك اي علاقه باللي حصل بيني وبين سوريا، فاهمة حمدي؟ يلا يلا تصبح على خير. عايزه اروح المدافن بكره. ايه اللي انت تقولي ده؟ انا بقول لك فستان فرح تقولي لي مدافن. يعني ينفع اجي لحد هنا من غير ما اروح اشوفه؟ انا ما ينفعش.